لو الحكاية فيها إن فيجو قانون التظاهر اتغير، تمام؟ بدل أي حد ينزل مظاهرات بدون إذن الحكومة، تمام؟ ما ينفعش أصلا هو ينزل ضد الحكومة، فهياخد تصريح من الحكومة إزاي دي؟ مش هتنفع، فلازم تتغير. وبعدين الاقتصاد يتعدل، يظبط يعني في حاجات مشاريع جديدة تنزل والكلام ده. تمام، والقصص للشهداء طبعا اكيد. بس والشرطة تنزل بقوة تاني. ماشي، بس كده تمام. بص شايف ان رئيس مصر القادم هو طبعا عايز يجي، ان هو يجي ايه ده؟ مشكلة الزبالة في مصر كلها، يعني يجي ما يبقاش هو جاي فاكر ان هو جاي موظف جاي يعني الوظيفه وخلاص. هو يعني اللي هو اصلا يكون جاي عايز يعمل حاجه، مش اللي هو انا جاي موظف على اسم مراية موظف. طبعا يعني مش جاي هو عشان خاطر عايز يعمل حاجه من الناس. مشاكل كتير بقى، بطاله، زباله، اقتصاد، حاجات كتير يعني. من رئيس مصر القادم ان العداله ان الراجل ناس معاه مليارات والناس بتاكل من صناديق الزباله. تمام، مش انت ايه رايك في الموضوع ده؟ احنا نتعامل كبني ادمين مش اكتر ولا بس. اللي يعملنا يفكر ان بني ادمين مش حيوانات. مش بشكر يسا كفايه كل حاجه في البلد. طبعا شايفه اللي بيحصل اساسا حاجه فظيعه قوي، وهي تبقى اسم كويس يعني، اختار حاجه كويسه. بس السيدي انصح معاه، مش في خالص، مش شايفه الانسان كويس اصلا. وبصح اي حاجه للجيش ما شايفه حاجه كويسه اصلا خالص. ربنا يستر علينا ده كله. طيب انت عايزه ايه من رئيس مصر القادم؟ انا عايزاه يهتم البلد شويه، ويا ريت يا ريت يشوف موضوع الامن، لو الامن بقى كويس الدنيا كلها تبقى كويس، خصوصا الجامعات. وامن الجامعه نزل الجامعه الجامعه تتظبط. بس بجد لو الامن نزل الدنيا كلها تبقى يساعد الشباب. يا ريت يساعد الشباب. هتيجي لما الامن مسك البلد، يا شباب حطوا له حدود، فاهماني؟ الدنيا كلها تتظبط. شلفت علينا المواجهه يا استاذه، شلفت علينا المواجهه. عايزين ايه من رئيس مصر القادم؟ عايزين نشتغل. انت عايز ايه؟ الشهادة. وانت عايز ايه؟ انا مش عايز حاجة، مش عارف. انت عايز تشتغل؟ انت خريج كلية ايه؟ خريج كلية تجارة. لما نتخرج نلاقي اماكن نشتغل فيها، بس اماكن بتاعتنا تجارة.